ودلوقتي معادنا مشاهدينا الكرام مع ليندا وجولة جديدة في أخبار الرياضة. الملاعب مشتعلة يا ليندا جدا، ومعنا أخبار مختلفة يا هدير سواء محلية أو عالمية، ولكن هنبتديها مع أخبار أولمبياد طوكيو. تعالي نشوف النهاردة كمان العالم كله منتظر نهائي اليورو. طبعا اتفضلي. اتحاد الكرة المصري والمنتخب الأولمبي جاله خطاب من اللجنة الأولمبية الدولية بيخطرهم برفع اسم مصر من البعثات اللي هتخضع للحجر الصحي في طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، وده لأن اللجنة المنظمة حطت اسم مصر من بين الدول الآمنة اللي تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا. الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي طلب من اللعيبه انهم يتفادوا الالتحامات العنيفه خلال مباراه مصر المقصه اللي هتتلعب النهارده، لانه خايف من الاصابات قبل السفر للمغرب عشان المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. إيهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي استقر على معسكر مغلق في الاسكندريه، هيبتدي من 23 يوليو لحد يوم 30 عشان يستعد لمواجهة فريق بيراميدز اللي هتتلعب يوم 2 أغسطس اللي جاي الساعة 7 بالليل على استاد الدفاع الجوي في المباراة اللي تأجلت من الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز. مروان عسكر حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 200 متر سباحة بالزعانف في بطولة العالم للجامعات اللي اتلعبت في مقاطعة تومسك بروسيا، وقطع مروان مسافة السباق في زمن وصل لدقيقة و40 ثانية بفرق ثانيتين عن صاحب المركز الأول وثانية واحدة بس عن صاحب المركز الثاني. منتخب مصر لكرة اليد فاز على البرازيل بنتيجة 32-25 في أول مواجهة ليه في بطولة ألمانيا الدولية الودية اللي بيشارك فيها المنتخب عشان يستعد لأولمبياد طوكيو 2021. منتخب رجال الكرة الطايرة فاز على المنتخب النرويجي بنتيجة 3-0 في أول لقاءاته في بطولة بولندا الدولية الودية اللي بيشارك فيها الفراعنة عشان يستعدوا لإفريقيا، والمفروض أن منتخبنا هيواجه النهاردة بولندا في تاني لقاء ليه في البطولة. الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم قدرت أنها تفوز بلقب بطولة ويمبلدن للتنس للمرة الأولى، وده بعد ما فازت على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-3 و6-7 و4-7 و6-3 في المباراة النهائية، وبكده بتصبح بارتي صاحبة 25 عام أول لاعبة أسترالية تتوج بلقب بطولة ويمبلدن منذ 41 سنة. كمان وصلت بطولة ويمبلدن 2021 للتنس رجال لمحطتها الأخيرة والمباراة المرتقبة على لقب فردي الرجال. وصل للمباراة النهائية حامل اللقب نوفاك جوكوفيتش والإيطالي بيرتيني، واللي هتقام النهاردة الساعة 3 العصر بتوقيت مصر. هيدير اللقاء لأول مرة في تاريخ بطولة ويمبلدن لاعبة التنس السابقة الكرواتية ماريا شيشاك، وبتحمل الشارة الذهبية عن عملها في التحكيم بجانب كونها عضوة في رابطة لاعبات التنس المحترفات منذ عام 2012. ونروح لآخر أخبار المباراة النهائية في بطولة اليورو 2020، وروبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أكد أفضلية منتخب إنجلترا من الناحية البدنية، وقال هنلعب بشكل جيد وإننا محظوظين بمباراة رائعة، عندي أمل النهاردة يكون التتويج للإيطاليين بتحقيق البطولة للمرة الثانية. وقال كمان إن نجم المنتخب ستيرلينج الإنجليزي سريع جدا ولازم نخلي بالنا كويس منه، الإيطاليين قدامهم 90 دقيقة عشان يقدموا أفضل حاجة عندهم. أما النجم هاري كين قائد منتخب إنجلترا اتكلم عن النهائي وقال إن إيطاليا عندها تاريخ أفضل في البطولات، إلا إن الإنجليز عندهم إيمان كامل ومستعدين يكتبوا التاريخ النهاردة، وقال كمان إن منتخب إنجلترا عنده تطلع لمباراة كبيرة ضد المنتخب إيطاليا.
منتخب الأرجنتين فاز ببطولة كوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخه، وده بعد ما قدر أن يفوز على منتخب البرازيل بهدف دون مقابل في المباراة النهائية اللي جمعت الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على ملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021. توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد ما فك أخيراً النحس اللي لازمه السنين اللي فاتت، ونجح في التتويج بأول لقب دولي ليه رفقة منتخب الأرجنتين، ورفع ميسي اللقب الأول ليه مع منتخب الأرجنتين بعد ما خسر 3 نهائيات لكوبا أمريكا 2007 و2015 و2016 وكمان نهائي كأس العالم 2014، وكمان حقق النجم الأرجنتيني رقم تاريخي على مستوى بطولة كوبا أمريكا بعد ما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة ب 33 مباراة بالتساوي مع نجم تشيلي السابق سيرخيو ليفينغستون. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك يا هدير. شكرا يا ليندا.